مرحبا بكم في عدد جديد من كتابات هاوية. بين عبير الماضي ورونق الحاضر كثير من الأشياء تغيرت. الجزائرية سبيسيالمون لكتابات هاوي. كتابات هاوي من إعداد وتقديم نسيم. نسيم برنامج كتابات هاوي مع نسيم. كتابات هاوي تجيكم كل ثلاثاء على الساعة 9:30. الكنوز الثمينة قلت في هذا العصر حتى كادت تختفي، والرأس لم يعد يحترم قانون الحياة ولم يعد ينحني، فقد أصول الاحترام والمفروض وأصبح لكلمة الانقراض ينتمي، واللسان مخارجه أصبحت لا تزن كلماته ولم تعد تعي ما تحكي، وقلة الحياء أصبحت موضة بين الكثير تطبق وتمشي، الصغير وحتى الكبير أصبح ضحية لقلة الوعي، بكلمات وأفعال تخدش كل جميل غرس وكل صفاء نقي، فحقا يجب علينا إعادة حساباتنا جيدا والوقوف على عدم دبول الشيء الذي يجعل منك تري، وحاملا لأسس التعايش السليم والمنتظم، فرجائي أن يبقى كل شخص له وفي. برقة سلام جميل، مساء الاحترام والأصالة والتقدير، مساء شيء لا يندثر ولن يموت عند الكثير، مساء حياء رسم على الوجوه وعلى التعابير. فأهلا وسهلا بكم يا الحباب في رجعة أخرى لحصتكم كتابات هوية، حاملة مع هذا الأسبوع موضوعا مهما جدا ألا هو الحياء. ليبقى السؤال مطروح، أين ذهب الحياء؟ فالناس تتصرف تصرفات فجة تدل على أنهم يفتقرون له. لماذا تصر ثقافتنا على أن تقتصر صفة الحياء على النساء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، بل كان وجهه يتورد بحمرة الخجل في المواقف التي تمس الحياء، على قوله الحياء شعبة من شعب الإيمان. لنقف في الباص لنسمع ضحكة مدوية من إحدى الفتيات، نمشي في الشارع لنشاهد معاكسات الشباب للبنات، ولنشاهد في الجامعة مداعبات غير لائقة بين البنات والشباب، لنتساءل أين الحياء؟ فهو يدخل في كل شيء، في اختياراتنا لملابسنا لأصدقائنا لأقوالنا وحتى أفعالنا. على صدق القول القائل إذا لم تستحي فافعل ما شئت، فمن وجهة نظركم أين اختفى الحياء؟ ما سبب قلة أو انعدام وجوده بين الفتيات والشباب؟ ما هو الحل لكي نستعيده مجددا لمجتمعاتنا؟ وكيف نحافظ على الباقي منها حتى لا يندثر؟ كل هذا سيكون بعد هذا النغم، ثم ستكون لنا عودة مجددا لنقاشنا. ما تروحوش بعيد وما تزابيوش من بلايسكم، رانا راجعين.
جلع حفيت البسمي كل ما يجا يحكي غزل بيضيع الكلمي واقف حبيبي من خجلع حفيت البسمي كل ما يجا يحكي غزل بيضيع الكلمي وبيستحي بعرف حبيبي الهوى كل شي عبان وبينمحي وبيستحي بعرف حبيبي بيستحي يا ريت لو بطفي القمر تا يحكي على عتمي مجددا لنقاشنا وموضوعنا لهذه الليلة لنستهل أول قسم منه بالحياء عند المرأة وأين ذهب؟ فحين تستبدل الحشمة بالفضح باسم الموضة والرفاهية هنا المشكل يصبح مطروح وبقوة، فعلى ما يبدو أن مواكبة العصر وكشف العورات أصبح الأمر السهل والهين للكثيرات اللواتي خلعن لباس السترة وخرجن بصفة أخرى دون احترام أولا أمام الله وأقربائهم وثانيا أمام المجتمع ليستعرضن أنفسهن كسلعة رخيصة الثمن، فجلب الأنظار لا يكون على هذا الشكل بل يكون عن طريق أساليب أخرى حتى يردد ويقال انظروا إلى تلك الفتاة ما شاء الله على خلقها واحترامها لنفسها قبل الآخرين. لنرى أيضا كثيرا من الآفات التي عمت وشاعت في مجتمعنا كارتفاع أصوات النساء على الرجال دون خجل والتلفظ بكلمات سوقية أمام العامة ودون اعتبار لسماع الغير لها. ولم يقف الأمر هنا فقط،
بل أصبح للفتيات لا شغل ولا مشغلة إلا تغيير أشكالهن للضفر بزوج المستقبل، لأنهن يعتقدن أن مظاهر التعري تؤدي إلى إغراء الشباب، بل حتى أصبح رأس المرأة يعلو أكثر مما يجب بإيحاءات غير محببة وتعابير تشمئز لها القلوب. لنرى أيضا أن الخجل طرق باب الانقراض، فالعلاقات الغرامية أصبحت شيئا عاديا جدا. لنرى الفتاة ماسكة لأيادي مرافقها دون حياء من المرة أو حتى من الناس الذين وضعوا في مقام أب لها وأم. فمظاهر التعري التي تفننت فيها بناتنا وأصبحت متفشية عبر الشوارع والمدن الجزائرية والعديد من الأمكنة العامة جعلتنا نطرح السؤال: من المسؤول عن انعدام الحشمة والحياء عند الشابات؟ فالأسرة هي المسؤول الرئيسي عن الوضعية التي وصلت إليها الكثير من الفتيات، وذلك بسبب منحهن بعض الحرية المطلقة وبمفهوم خاطئ. فالحرية التي كان يجب منحها للفتاة حرية أخذ بعض القرارات المصيرية التي من شأنها أن تساهم في بناء مستقبلها، كاختيار الشعب العلمية، اختيار قبول أو رفض الزوج المناسب، حرية التعبير عن آرائها خصوصا في القضايا المصيرية التي تهم الجماعة. ولكن وللأسف فإن الحرية التي منحتها الأسرة للفتيات اليوم كانت بعيدة كل البعد عن هذا المسار، فقد منحت البنت حرية لبس ما تشاء ومواكبة الموضة حتى تشبه بنت العم والخال ولا يكن أحسن منها، حرية اختيار الأصدقاء فتيات كن أو ذكورا، وذلك بحجة أنه زميلها في الدراسة. كما منحت الأسرة للفتاة حرية الدخول والخروج من المنزل كيفما تشاء ووقتما تشاء، وبهذا يكون أولياء الأمور قد ابتعدوا عن الكثير من العادات والتقاليد التي من شأنها أن تضع المرأة أمام بعض الضوابط التي لا يجب الخروج عنها، وبتعديها تكون قد فقدت جزءا هاما من حشمتها ووقارها كامرأة صالحة في المجتمع. لكن مع كل هذا ما زالت هناك من تحمل شعلة الحياء وتتفنن في إثبات نفسها باحترام شديد وعدم الخروج عن الأصول، فكل التقدير لها وأملنا أن تعاد المياه إلى مجاريها في أقرب وقت. نخليكم مع الكتابة الموالية ثم نعود. لا تستحي من قول كلمة أحبك، بل استحي من قولها في الإطار الغير مناسب، ولا تخجل من فتح نقاش مع من هم أكبر منك، لكن في حوار هادف، واختر كل ما يليق بك، والتجدد عنوان حسنا للنظر وجميلا للسمع، فيجب أن تكون لهذا عارف، فالحياء لا يمنعك من التمتع بالحياة، بل يزيدها طلة وجمال، حسنا وخلقا، بريقا وعفافا، فعش في الإطار السليم والمناسب مع احترام جميع من حولك، ستجد كل ما تحبه ليكون مفصلا لك وعلى ذوقك.
أيضا أن ليس من العيب أن يكون للفتاة أصدقاء ذكور، لكن العيب هو أن تتخطى جميع الخطوط الحمراء معهم في الكلام وحتى في الأفعال. وليس بالضرورة أن تكون الفتاة الغير متحجبة تفتقر لصفة الحياء، فكم من وضعوا الحجاب وكانوا ذو أفعال سيئة، وكم منهن لم يضعوه وكانوا خير التربية. فالحياء يجب أن يكون مرسوما على القلب لكي يصور بطريقة جيدة على الشكل والأفعال والأقوال. نخليكم مرة أخرى مع نغم ثم نعود، ما تزبيوش من بلايسكم، أرانا راجعين. نقاشنا لهذه الليلة لنتحدث في هذا القسم عن الحياء عند الرجل، والذي أصبح يفتقر لكثير من الأمور ليبدأ بالتلاشي شيئا فشيئا. لنرى معاكسة الذكور للإناث في الشارع
دون خجل حتى وصلت إلى حد السب في بعض الأحيان، ولم تحترم أيضا كون الفتاة أحيانا تكون برفقة أمها أو ولي أمرها. لم يصبح الرجل يتمالك مخارج حروفه ليتطاول على الله ويقول كلمة بذيئة حتى أمام العائلات التي كانت تسلك دربه، لتصبح هذه الأخيرة لا تجد متنفسا تذهب إليه دون إزعاج أو دون أن ينتهي بها الحال للدخول في صراعات ومناوشات. لم يعد أيضا الأولاد يحترمون الكبير ولا الصغير، إن كلمته كلمة أرجع إليك ألفا منها يصيح بوجه والديها ولم تعد هناك حدود لإيقافه. يستمع لأغاني مخزية أيضا أمام الجميع ويردد كلماتها بصوت عالي. وإن وصلنا إلى العلاقات الغرامية فلا الأماكن العامة تخلى من مغامراته أمام الجميع، ولا الجامعات تنعى منها مقرا لاحترام العامل وفضاء العلم، لنرى قلة الحياء تنتشر بين الشباب بسرعة البرق، ولنراهم يتجادلون تحت شعار أنا أقل حشمة منك أو من استحوا قد ماتوا. ولعل السبب الأول لظهور هذه الظاهرة هو وسائل الإعلام والتقليد الأعمى وعدم الوعي وسط الوالدين، فأصبح الشباب لا يتابع إلا المسلسلات والأفلام التي بها رسائل غير مباشرة ومشفرة لكن لها مفعول في العقل الباطن أو اللاشعور. ضف إلى ذلك كثيرا ما يصاحب هذه الأفلام لقطات خادشة للحياء مما يولد للشباب نظرة سلبية ليصبح مقلدا لهذه المشاهد من دون وعي، وسيجعل الشاب يفكر في الخوض في العلاقات المشبوهة. لنرى هذا أيضا في ملابس الشباب والرجال، فهي تحمل عبارات مسيئة وخادشة وصور غير لائقة، أيضا أفعال غريبة عن تقاليدنا وشعارات رسختها عقائد أخرى. لكن رغم كل هذا ما زال هناك الصنف الراقي والواعي والذي ما زال يمشي على أسس صحيحة ونظيفة، فهذا هو أعز مثال يقصد به وأجمل حامل لراية الحياء في مجتمعنا. خليكم مجددا مع الكتابة الموالية ثم قررت محكمة الأخلاق محاكمة الحياء ومقاضاته رغم براءة يشهد لها الكثير، وحكم قاضي الزمان بجرم ملفق ومدبر محاك من انتشار حلال كبير، ليتخذ القرار الآتي وليوضع حكم قاسي، فإما زواله مع مؤبد وشنق غير مستحق مع اختيار المواصلة في عدم تأييده والقضاء عليها، أو حكم مؤقت حتى يندثر هذا الانحلال ويعود خبر إعادة تجنيده والسير به، ليكون في الحالتين فرح وسرور للنقاء أو لنده السيء، أو حزن للضمير الصاحي أو الصوت الأبكم. هنا يبقى رهاننا على العدالة الأخلاقية وبأنها سترجع الأمور إلى مجراها وستحقق الحقيقة المفروضة، وهنا يبقى رهاني بأن الحياء سيستمر بالصمود والتواجد، وبأنه سيختار الرجوع بقوة كطريق له، وسيكون أكيد هو الغد المتوقع.
كنكونوا عرفنا باللي أن الحياء لا يقتصر على المرأة فقط بل على الرجل أيضا، فهو يكون في رجولته وحشمته في المواقف التي تطلب ذلك وعنفوانه على المرأة والحفاظ عليها وعدم مسها بشر أو استقصادها، ويكون أيضا في البعد عن كل الأشياء التي تقلل من هذه الصفة وتبعدها عنها. وعلى هذا نكون وصلنا إلى ختام قسمنا بهذه الأغنية اللي رايح نخليكم معها على أمل استمتاعكم. ما تروحوش بعيد، رانا راجعين. Bye-bye.
وكما عودناكم أعزائي المستمعين وككل عدد من حصة كتابة هاوي نجيب لكم فنان يعطي رأيه في الموضوع المطروح. اليوم رايحة تشرفنا فنانة جميلة عرفت بالحنجرة الذهبية والتمثيل المتميز لتكون أجمل أغانيها رايحة وين وأروع دور لها ترسخ في أذهاننا لغول في فيلم كنزة من إخراج مصطفى بديع. أيضا هي فنانة الدولة والتي اعتمدت من طرف التلفزة الجزائرية. إنها بكل بساطة صاحبة المشوار الذهبي والأرشيف الغنية كلمة صغيرة في هذا التسجيل الصوتي الخاص بحصة كتابة هاوي عن موضوع الحياة. خليكم معها ثم نعود. مساء الخير عليكم، معكم كلمة صغيرة. Voilà, très heureuse de participer à l'émission Kitabet Hawi. Et franchement, le sujet d'Alium m'a attiré. On m'a d'abord dit qu'il y a des mots qui sont dans ce sujet. Qui m'a dit qu'il y a des mots qui sont dans le monde, mais il y a des mots qui sont dans le monde. Et nous, malheureusement, on a eu le temps pour le 0% dommage. مهما كان يعني كاين شيء كما نقولوا on se permet de faire وكاين شيء واحد اخر on se permet pas مهما لا مهما انت على مهما رانا في 2014 ولا مهما les choses ont évolué mais كاين كل حاجه كما يقولوا عندها حدها وحنا للاسف لحقنا الوقت رانا نشوفوا يعني حاجات فريمون يحيروا حاجات c'est décevant يعني كاين بزاف امثله واش راح نخير واش راح نخلي سي بزاف بزاف فريمون بزاف لحقنا وين يعني نطو يعني مثل بسيط جدا اللي هو يعني حتى الطفل مع والديه يعني تصيب ما عنده لا حشمه لا حيا لا rien du tout il se permet يرفع صوته على والديه يستعمي يقول كلام ما هوش مليح قدام والديه وهذا يعني نسبة صغيرة من حوايج واحد اخرين ومن شيء واحد اخر اللي انا نشوفه اللي فيه قلة الحياء وقلة الحشمة وش نقوله كما يقول كما نعطيكم انا حاجة يعني قريتها وعجبتني هي تقول الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل فخلينا كما يقولوا نقولوا للنساء كل خلينا جميلات ونقول للرجال خليكم شهماء وشدوا في تقاليدنا اللي تربينا عليها وكما يقول يعني مثل إذا زال الحياة كثر البلاء أعوذ بالله سي بور سا يعني نقولوا الله يسترنا والله يخلينا يعني على ما ربونا موالينا وان شاء الله كما تربينا نحشمو نقعدو نحشمو وكما يقولوا الصغير يقادر الكبير وهذه هي في الاخير يعني ماذا بيا نحيي طاقم يعني برنامج كتابة هاوي ومقدم الحصة نسيم نوجه له يعني تحية وكذلك وكل يعني ناس قسنطينة كلهم لو عشت بعدي وبعدي بعدي
جيت وحنيت ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان ما تقولش حبي كان وعدا قول لي ان حبي حب غالي بس هي حياة ويبقى افتكرني واحكي عني انا الغلوان ويبقى افتكرني كلمة حلوة نسي قلب القوان خلي الولاد اجمل فلها في دنيا تنعشيش وان حد سالك عني قوله كنا اوفتني وإن كان حبيبي وكان حياتي وهو نور العين خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العشيق وإن حدك كنا أوفتني وإن كان حبيبي وكان حياتي وهو نور العين شكر كبير لفنانتنا على رأيها وكل التقدير والاحترام لهذه المشاركة وما ننسوش أيضا نذكر محبينها باللي كريمة رايحة تلاقيكم بكندا بحفل في رأس السنة كل التوفيق والنجاح. أما عن موضوعنا لا تتكلم كلمة تجعل أخاك يطور لا تجعل أخاك يرتبك ولا تجعل أخاك يحمر وجهه خاجلا فهنا تكون قد أسأت إليه فهدب لسانك واعرف أين تضع مسامعك وغض نظرك عن كل شيء سيء فهنا ندرك قيمة الحياء وقيمة العمل بجميع أنواعه حياء الإجلال فقدر معرفة العبد بربها يكون حياؤه منها وحياء الحشمة لتعرف أن من الخجل أن تتكلم عن أشياء المباحة والحساسة إلا بطريقة مهذبة وكنايات لطيفة حياء المحب من محبوبتها فحتى إذا خطر المعشوق في قلب المحب في غيبتها هاج حبه وظهر هذا في وجهه حياء الشرف والعزة الذي يمنع الكثير من الناس والذي شأنهم عالي بالمزاح بأشياء معينة أو ارتكاب حمقات وأخيرا حياء المرء من نفسه وهو حياء النفس الشريفة فأحيانا إن رأى الإنسان نفسه كريمة عفيفة وصادقة فرضه عن نفسه يسعده وإذا ارتكب خطأ بينه وبين نفسه يكفيه ألما أنه احتقرها فلذلك الشخص العزيز هدف واحد إلا أن يرضى عنها وإن كان ذلك فإنه سيشعر بإنسانيته خليكم مع كتابتي الأخيرة لنهار اليوم ثم نعود لكم ما أرى الناس على الحياة الحياء حياة الروح ولون الوجوه وغرس جميل سكن القلوب لينمو على حب الناس بهذه الأخلاق البهية ورؤية الجميع لنفسها في هذا الفرد الذي يكاد أن يصبح فريدا الحياء صفة إلهية وعلامة ذهبية صاحبتنا من أجدادنا من وراء تربية حقيقية لنبعثها للأجيال القادمة بمزيج مخلوط من الأفعال الجميلة
والجانب الجيد من الحرية. الحياء تاج الرأس وحزام الأمان لعيش حياة مليئة بالعزة والتقدير. فارفع من شأن عندك ليرد لك الأجر برفع مقامك. خير عبدالدي نسيم، شوف نقولك حاجة، الحياة وراح راح بكري مع معايا مع مع ماليها راح عاشوا وقت فرنسا وكانوا بالملاية والعجار وكانت المرأة عزيزة كانت كل جوهرة، ودرك ملي زات دخلت الدنيا راحت خلاص فزدت راح الحياة وراحت الحشمة عاد البنيت البرة تلبس برك الدنيا همدت. السلام عليكم، شوف خويا الحياة بور موانا والله راهو يعود يعني البيئة اللي نوض فيها الإنسان لكان عاد لا فاميلي نوض فيها تحشم يعني فيها الحياة والله بالفطرة ينوض يحشم وينوض فيه الحياة، ولكن عاد كما نقولوا احنا لا فامي هذه لا غالب عليها كلا بالك، يعني تقدر تقول باللي الحشمة والحياة هذه راي صيفاي تورثوها جدا أبوه. السلام عليكم. إذا واحد يحشم واحد يحشمش، واحد ولد أصل واحد مش ولد أصل، الناس كل مش كبعضها صوابعنا مش قد بعضهم. لحيا لحيا والله راكي قستينا في سيجي صعيب صحيبي، وش راح نقول لك على الحياة؟ درك الحياة بين بكري واليوم تبدل بزاف. بكري كان الراجل عنده هيبة وكانت كان كي يدخل في الحوش على النساء يدير بركة تتفرق نساء وين الكل والله ما تبقى واحدة يعني، ودرك يعني والله تبدل الحال خلاص. كان بكري كي الراجل كي يمشي يخلي المرأة وراه بست مترات درك ولا تمشي هي وتخليه بستة كيلو النورة يعني والله بين البارح واليوم تبدل كل شيء. إن شاء الله يعني والله لازم الشباب هذا يتوعى شوية من الناس تاع بكري هادوك شوية يحركوا فينا، وإن شاء الله ربي يهدينا إن شاء الله. هوني كان لحية بكري بكري كان عندنا لحية الصحدر كاين تلقى وحيد عندهم لحية وحيد ما عندهمش لحية في وقتنا حنا لحية كاين تلقى كل عب تلقى ودوك في الوقت دا كاين حيد اللي عنده كاين اللي ما عندوش كاين تلقى في ألف واحد هذا لحية. واش نقول لكم الحياة حاجة مليحة الحياة بصح في وقتنا درك راح الحياة هذا ترفع ما بقاش عاد كل شيء نقول لكم تبدل. المرأة عاد ما تحشم المرأة بكري كانت كي تمشي تهبط عينيها عينيها ما تهزهمش، الراجل كان يحشم واش برك المرأة الراجل كان ما يهزش عينيه ما دركوا كلش تبدل. درك عندنا عادوا في الحوانس واش نقول لك واش نقول لكم الراجل يطيب المحجوبه والمراه تاكل الراجل يطيب المحجوبه والمراه تاكل الراجل يطيب المحجوبه والمراه تاكل واش بقى في وقت حنا امام الان حنا المحجوبه نخدموها بيدنا نكسرها نخبزوها نطيبوا بيدينا حنا اللي ناكلوا الرجاله مش الرجاله هما اللي ياكلونا. بصح درك اخويا كاين ساعات تروح للبلاد تشوف العجب شوف الشيء اللي يوجع القلب راحت الدنيا ما بقاش يقول لك هو كلش تبدل بيزير كلش يتبدل ومازال يزيد يتبدل. ربي واش نقول لك ربي يلطف بينا باك وربي باقي السر دا ما نقول لك الحياة يا خويا واش راح نقول لك انا الحياة راح بكري حش ما راح بكري وهذا ما نقول لك وسي بون. السلام عليكم. قالوا كلش تبدل صح كانت المرأة بكري كانت عندها قيمة وعندها قدر وعندها شخصيتها دوك حاشاكم المرأة حاشاني ما يستاهلهاش المرأة رخصت ما بقاتش ورجالة تانية حاشي ما يستاهلهاش. الراجل بكري كان يحكم المرأة وكان يزير وكان يدبوس تخشينا كان معاها وكل ما دوكو شي دوك دوك الرجال حاشي ما يستاهلهاش ما نقولش رجالة بكلها نقولك حاشي ما يستاهلهاش كاينين من رجالة ما زالوا ليحكموا لي يعرفوا كيف يمشيوا مع نسائهم ويعرفوا كيف يديروا وكان اللي طالقينهم يخلوا في الزقاق يدوروا بغير يسب يخرجوا هكا هكا طالقينهم يدوروا برك ما عندهم حتى ما عندها حتى ما تخرجش على قضية ولا تخرج كش ما تقضي ولا تخرجتهم الدور وطلقة دارها وخلا مخليا ولادها مخليا راجلها وهي في الزقاق. يا وش نقول لك أخويا وقت تبدل بزاف وقت تبدل ماش كي بكري كي درك كلش تبدل ربي يلطف بينا
الراجل يطيب في المحجوبه والمراه تاكل، الراجل يطيب في المحجوبه والمراه تاكل، الراجل يطيب في المحجوبه والمراه تاكل، الراجل يطيب في المحجوبه والمراه تاكل. اخويا مساء الخير عليكم. كونسيرنون لو سوجي تاع الحياه، انا بور موا الحياه في وقتنا درك سان اكزيست بلو، باسكو رانا نشوفو في لي جينيراسيون اللي قاعده تطلع درك في كوسوا في لونيفرسيتي ولا برا، سي دي جينيراسيون دو بير ان بير اللي قاعده تفسد. وش حنقول لك، بون بغيف ربي يهدينا وهذا ما كان. ومع آراء الناس نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا لنهار اليوم. إن شاء الله برك نكون عند حسن الظن، رغم أني في بعض الأحيان كان صوتي خارج من الأنف بسبب المرض، فاعذروني وما تنسوش لقوني الأسبوع القادم مع موضوع جديد ونقاش آخر. ومن ذاك الوقت تواصلوا معنا عبر صفحتنا كتابة هوية، وخليونا آراءكم انتقاداتكم اقتراحاتكم وأي شيء حبيتوا تقولوها. وكما عودتكم في آخر الحصة، تحية من القلب مني أنا نسيم، في أمان الله. مرحبا بكم في عدد جديد من كتابات هاوية. بين عبير الماضي ورونق الحاضر كثير من الأشياء تغيرت. جزائرية سبيشيالمون لكتابات هاوي. كتابات هاوي من إعداد وتقديم نسيم. نسيم برنامج كتابات هاوي مع نسيم. كتابات هاوي تجيكم كل ثلاثاء على الساعة 9:30.